ونصيحة لمن لم يتزوج من الشباب أن يهيئ نفسه للزواج وأن يعرف أحكام الزوجية وأحكام علاقة الرجل بالمرأة وما يباح له وما لا يباح وما يجب عليه وما يندب له وأمثال ذلك حتى يؤسس حياته الزوجية على تقوى من الله بتمسك بأحكام شريعة الله جل وعلا. كما أنصح الزوجين أن يهيئ نفسيهما لمعرفة الأحكام، أحكام الصلاة والطهارة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، وأحكام الحج والعمرة. وإن كانت أحكام الحج والعمرة قد لا تتكرر لأكثر الناس إلا بعد مدة، فعند حصولها من كان قادراً أن يعرف الأحكام وصل إليها وإلا سأل. أحكام الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج هي داخلة فيها أحوال الأسرة وداخل فيها حكم الزوجين، ليعرف هذه الأمور لمساسها بحياتهما.